بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الفاتحة احنا خلصنا سكشن 2 5، اليوم ان شاء الله ناخذ سكشن 2 6 ليميتس انفولفينج انفينيتي، اللي هي نهايات عند البلا نهاية وعند سواء موجب او سالب بلا نهاية. الاسمبتوتس هذا موضوع جديد عليكم ما مرش قبل، اللي هي خطوط التقارب لمنحنيات الاقتراب. بداية نبدا في ليميتس انفولفينج انفينيتي، وهذه طبعا النهايات بنستخدمها لحساب معادلات الاسمبتوتس اللي هي خطوط التقارب. نبدا في بعض او الجانب النظري اللي هي حقائق ونظريات. لو قلنا بيزك فاكتس، عندي اول فاكت عندي اللي هي الليمت الكي لما اكس تؤول لموجب او سالب ما النهايه بيسوي لي كي. هذه حقيقه، لانه اصلا لما يكون عندنا اقتران كي على فرض انه كي عدد موجب، هي نصبت اقتران على فرض انه هذه النقطه ايش؟ كي على محور واي، مضبوط؟ فالان اكس تؤول لموجب ما النهايه، كل ما كبرت اكس بتضل قيمه واي هي كي، كل ما زغرت اكس قيمة الاقتران كي، سواء كبرت او زادت حيظل عندي كي النهاية تبعها. طيب رقم 2 الليمت لو 1 على اكس لما اكس تؤول سواء الى موجب او سالب من النهاية بلاقيها قديش؟ صفر. احنا عارفين رسم الاقتران اللي هو 1 على اكس، صح؟ هاي الصفر انا اكس واي. لو اكس تؤول الى سالب من النهايه، يعني لو كانت اكس ها بعدين ها بعدين ها، رايحه لمين؟ لسالب من النهايه. فلما تكون اكس ها هي قيمه واي، لما اكس ها هي قيمه واي، لما اكس ها هي قيمه واي، رايحه وين؟ للصفر. لما اكس تؤول لموجب من النهايه هي قيمه اكس، هاي اكس، هاي اكس، هاي اكس، هاي اكس، رايحه على الموجب من النهايه. هاي لما قيمة اكس ها هات قيمة واي، لما اكس ها هات قيمة واي، قيمة اكس قلنا لها نازلة مين؟ نازلة، سواء كانت اكس او لموجب من النهاية او لسالب من النهاية، الواحد على اكس راح تكون لايش؟ لصفر. اوكي. هذه حقائق. علم النظرية بتقول جميع نظريات النهايات اللي اخذناها سابقا في السكشن السابق، لما تكون اكس تؤول الى سي تنطبق في حاله اكس تؤول الى موجب او سالب من النهايه. زي ايش مثلا؟ عرفنا انه الليمت بتوزع في الجمع، ليمت اف زائد جي لما اكس تؤول لسي بتساوي ليمت الاف زائد ليمت الجي لما اكس تؤول لسي لما اكس تؤول لسي. برضه الان لما اكس تؤول لما لا نهايه بقول ليمت اف اوف اكس زائد جي اوف اكس لما اكس تؤول مثلا الى موجب او سالب من النهايه بتساوي ليمت اف اوف اكس لما اكس تؤول الى موجب او سالب من النهايه زائد ليمت جي اوف اكس لما اكس تؤول الى موجب او سالب من النهايه. طبعا السؤال ما بعطينيش موجب او سالب، بعطيني واحده فيه. فاحنا بنقول يجوز توزيع الليمت في حاله جمع او طرح حتى في حاله لو اكس تؤول الى موجب ما لا يسمى. لو كان الطرح برضه بينفع، لو ضرب بينفع، كل النظريات السابقه تنطبق على المدنيه سالب مدنيه. هذا يعني بخلينا نشتغل براحتنا زي ما تعودنا لما اكس تقول الى عدد معين. طيب الان في عندي بعض النودز اول ملاحظه ليميت A على X أس N و X تقول إلى موجب أو سالب ما النهاية بكل هذا السبب. تمام؟ شرط إنه الآن إيش؟ ما تكونش سالبة. لو سالبة فوق، يعني لو قال لي 5 على X أس سالب 2 هتصير 5 X تربيع، صح؟ ولو أخذت الليمت لما X تقول ما النهاية، ما النهاية تربيع؟ ما النهاية. سالب ما النهاية تربيع؟ برضه ما لا نهايه، اللي مش هيطلع سالب. وبالتالي ضروري يكون الاس عندي موجب، فبضمن الاس موجب بروح بقول حيث ان تنتمي الى زد بوزيتيف. اللي هو بوزيتيف انتجر، عدد صحيح موجب الان. طب لو كانت الان صفر مش موجب.
بصير واحد، بصير ايه على واحد، نرجع للقاعدة الأولى، صح؟ أوكي، خلصنا. الآن هذه تعني إيش؟ يعني لو قال لي ليميت 5 على إكس، لما إكس تقول لما النهاية بقول صفر، اعتبرنا الآن واحد. طيب لو قال لي على إكس تقييم صفر على الواحد، تمام؟ إيش مكان الأسئلة في المقام يبقى مباشرة طالي صفر، تمام؟ هل حنستخدمها في الحل؟ لا. طيب العلاقة الثانية هذه واحد، رقم 2 الليمت لإكس لما إكس تقول إلى موجب ما لا نهاية، إكس أس إم، لما إكس تقول لما لا نهاية تطالب ما لا نهاية، إيش كان؟ هذه الملاحظة اللي بدنا نقولها هي واللي بعدها. طبعا هذا الآن إيش نقول؟ طب لو كانت إن نيجاتيف هذا إيش بصير؟ واحد على واحد على أنت صح، بهذا الآن تكون بوزيتيف صح؟ الآن غير سالب، لو كانت صفر ليميت واحد واحد، لو كانت نيجاتيف برجع للقاعدة هذه يبقى بوزيتيف، ضروري نقول الآن هذا إيش؟ موجب أو الآن الآن تنتمي إلى أنت. أوكي، ما عندي مش وقت للشرط، لكن إحنا ممكن نضيف إنه الآن تنتمي إلى أنت. طيب الآن أعتبر هذا رقم واحد، رقم 2 ليميت إكس أس إن لما إن تقول إلى سالب ما لا نهاية. عارفين هذول الثنتين بالضبط بيشتغل معنا على نفس قاعدة الإشارات. إيش يعني؟ لما أقول سالب في سالب موجب. طيب سالب في سالب في سالب سالب. إذا كان السالب مكرر عدد فردي من المرات يطلع سالب، لكن زوجي طب الموجب لو مكرر فردي الموجب بظل موجب في جميع الاحوال، عشان هيك ما وصلناش لانه موجب ما لا نهايه. فحكايه ما لا نهايه وسالب ما لا نهايه مشيت على قاعده الاشارات تماما. فالان هذه انا بدي اقول عندي حدين، اذا كانت ان لو الان زوجي هتطلع ما لا نهايه في حاله الان تمام صح؟ لأنه هقول زوجي، يعني لو قلت اكس تربيع هقول سالب ما لا نهايه بسالب ما لا نهايه موجب ما لا نهايه. لو كانت الان اود يكون عندها سالب ما لا نهايه، لانه سالب مكرر عدد فردي من المرات، تمام؟ يعني لو انا بعوض تعويض مباشر، يعني بدي ليمت اكس تكعيب لما اكس تقول الى سالب ما لا نهايه على قاعدة الإشارات فردي سالب مع فردي يبقى سالب مثلا، تمام؟ طيب بعدين بقول لبعض الكميات غير المعينة ديترمينيت فورمز، زي ما بقول ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، وصفر في ما لا نهاية، ما لا نهاية على ما لا نهاية، واحد أس ما لا نهاية، في حاجات كثير غير معينة لكن نكتفي بالموجود. طيب ليش ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه مش سبب؟ لانه ممكن كميه غلط احنا مش عارفين اصلا، يمكن ما لا نهايه الاولى مش نفس ما لا نهايه الثانيه. احنا عاده بنعبر عن ما لا نهايه عن العدد الكبير جدا او زي ما بنقول موهم للكبار، صح؟ زي ما احنا الارقام 1 2 7 4 مثلا الى اخره، بدينا اخر اليوم نعتبر هذه ايش؟ ما لا نهايه، يتبقى نفس الرقم ممكن يختلف اخر رقم فيه بدل الصفر حطيت واحد بس وكملت الى اخره. فاذا كان هذا يجوز تسميتها ما لا نهايه فاكيد ما لا نهايه. الان هل هذا ناقص هذا بيعطيني صفر؟ لا عشان هيك ما لا ناقص ما لا نهايه لا يساوي صفر، اصلا كميه غير معينه اصلا ما كفش. انت بس تكتب لي المنهج وتخلص قول لي تعال اطرح ما بردش اطرح بعد ايه مظبوط ولا لا. لكن في الجمع ما لا نهايه زائد ما لا نهايه ما لا نهايه، تمام. نشوف الان ليميت ات انفينيتي اوف ريشنال فانكشنز. ريشنال فانكشنز هي الاقترانات النسبيه
البسط كثير حدود والمقام كثير حدود. بدنا نجيب الليمت لما اكس تقول لا موجب من النهايه او سالب من النهايه. احنا متعودين في توجيهي اللي بجيب الليمت في هذه الحاله باخذ اعلى قسم البسط على المشترك، اعلى قسم المقام على المشترك، بختصر بعدين ببسط. بدناش القاعده هذه، بدي قاعده اسهل من اسرع لي اللي هي زي المكتوب تحت العنوان. بدي اقسم البسط والمقام على اعلى قسم المقام. لما اقسم على اعلى قسم المقام بأضمن انه المقام يطلع لي عدد. لما اقسم على اعلى قسم المقام يعني مثلا معلش لو كان عندي اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1 على 2 اكس زائد 3 مثلا على قسم المقام اس 1 اكس اس 1 على اكس مرفوعه لاعلى قسم المقام على قسم المقام اكس اس 1 اذا قسم البسط والمقام على اكس فحيصير عندي كالتالي. طبعا الليمت بنقول لما اكس تقول الى ما لا نهايه، بنقول الليمت لما اكس تقول الى ما لا نهايه. الان هذا لو قسمتها اكس 2 زائد 3 على اكس صح؟ وعدد على اكس سواء اكس موجب او سالب بتكون نفسها. طيب هذا بدنا نقسم على ايش؟ على اكس ضد اكس ناقص 3 زائد 1 على اكس. انا مرتاح انه المقام هيطلع لي 2 لما اعوض على اكس من النهايه وبالتالي ما عنديش مشاكل، المشاكل لو كان المقام صفر صح؟ فانا بضمن انه المقام يطلع لذلك انا لما اقسم كل مره على اكس مرفوع على اصغر اقوى نص في المقام بضمن انه في عدد وبالتالي اذا البسط على عدد بطلع عدد على عدد، اذا البسط صفر بطلع صفر على عدد، اذا ما لا نهايه ما لا نهايه على عدد ما لا نهايه خلص مفيش مشاكل. لكن المشكله لو كان في المقام صفر تمام؟ خلص يبقى القاعده تبعتنا اللي احنا حنشتغل عليها اني نقسم البسط والمقام على على اكس مرفوع على اعلى اس في المقام تمام. تتذكر القواعد يعني اختار الاجابه الصحيحه التوجيهي لهذا النوع؟ اذا كان درجه البسط تساوي درجه المقام معادلة عن معادلة صح؟ درجه البسط اقل من درجه المقام صفر اوتوماتيكلي. اذا درجه البسط اكبر من درجه المقام يا اما نهائي يا سالب نهائي حسب الاشارات وحسب الاسس يعني تمام؟ هذا كلام برضه افيليبل يعني عندنا شغلات. نشوف الامثله اللي عندنا جنبل فاين نعتبره بيقول لي فاين ذا فولوينج ليميتس. بقدم واحد اول واحد بده ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه ل 5 اكس تربيع زائد 8 اكس ناقص 3 على 3 اكس تربيع زائد ايش بتعمل؟ البسط البسط والمقام على على اكس تربيع على اكس تربيع يبقى برضه نقول هذا يساوي يساوي ليميت لما اكس تقول الى ما لا نهايه. لما اقسم على اكس تربيع جميع الحدود بتنقسم يعني بقسم البسط لحاله والمقام لحاله بقسم البسط كل حدود البسط في المقام كل حدود المقام على اكس تربيع اصلا بتعمل 5 اكس تربيع على اكس تربيع صح؟ واختصر هذا معناه 8 اكس على اكس تربيع الاكس تربيع عباره عن اكس في اكس صح؟ ده ناس مش ماشي مع الامور اكس مع اكس بروح يضل عندي يبقى انا بختصر وخلص مباشره 8 على اكس ناقص 3 على اكس تربيع على 3 زائد 2 على اكس تربيع. لساتنا حاكيين ليميت ايه على اكس اس ان والان بوزيتيف صفر صفر لما اكس تقول قلنا موجب او سالب صح؟ تساوي صفر فهذا صفر على القاعده وهذا صفر على القاعده وهذا صفر يبقى بضل عندي وزع الليمت الان بيساوي لنا 5 زائد 7 ناقص 0 على 3 زائد 0 ويساوي 5 على 3. عرفنا هاو؟ مكتوب لك من قوسين هاو غير هاو يعني كيف اجى هذا؟ طيب هذا المثال الاول. المثال الثاني
واضح انه طلع عندي معامل اعلى اسفل الوسط على معامل اعلى اسفل المقام هو الجواب النهائي. طبعا هيك الحل لازم يكون زي ما قلنا شو هو الانتنس ممنوع الا اذا لما يجيلك سؤال يقول لك فاين ذا ليميت بدك تشتغل بالتفصيل المهم في نهاية شابتر 4 لما نيجي نوصل من حمايات ويكون طالب منك أو جلسة توتي بيكون تقارب زي ما نعرف إن شاء الله في نهاية المحاضرة أو نهاية المحاضرة الجاية لما تجيب الأسم توتي باخذ الليميت عند المدى النهائي هذا بيكون جزء من سؤال طويل خالص هذا لو يجيب الليميت بسبب منك 5 ثلاثة لكن بيكون سؤال مستقل للليميت شو ديتيلز لازم التفاصيل تكون تمام؟ اوكي؟ طيب شوف الليمت اللي بعده هدو ليمت لما يستقل الى سالب ما لا نهاية مين؟ 11 اكس سالب 2 على تكعيب تكعيب ناقص واحد يبقى ليش نعمل؟ على اكس تكعيب كله على اكس تكعيب يبقى بكون بيساوي الليمت تنسوش الليمت على اكس تبعين على اكس تبعين على اكس تبعين على اثنين ناقص واحد على اكس لو وزعنا الليمت هذا بايش؟ صفر يبقى صفر زائد صفر على اثنين ناقص صفر صفر على اثنين وتساوي برضه طورنا لما يقول لي فاين بعدين خلصوا احنا قلنا هذه تشتغل فيها لما يكون جزء من سؤال طويل لكن لما انا اقول لك اوجد النهايات التاليه ضروري تعرف التفصيل ما ينفعش تقول لي هذا يساوي صفر طب لو جبت لا قصدي انه فوق اكس وتحت اكس تبعين معامل هذول الاربعه اللي حطوا هذه الثالث شوف الثالث اكس تقول الى مجمد النهايه اكس تقول الى مجمد النهايه جذر اكس ناقص 3 8 اكس تربيع ناقص 3 على 2 اكس تربيع ناقص 2 زائد اكس المحاضرة خدناها الليمت بيدخل داخل الجذر باعتبارها كأنها جي يعني جي للاف اوف اكس تطلع عشان فهل بتسوي لي جذر ليمت اكس تقول لمن النهاية 8 اكس تربيع ناقص 3 على اكس تربيع يؤثر على اكس تربيع طبعا العنوان عندنا العنوان الجذر كان ليميتس اوف ريشنال فانكشنز اضطرنا نسميه فلو نشوف الجذر هذا ليميت لجذر مش اضطرنا نسميه لكن انا فعليا بجيب الليميت اقدر انسميه ولا الجذر خارج يعني العنوان صحيح الان نقسم كل من القسم المقام على نسمي الجذر لا ليميت اكس تقول لما لا نهايه على اكس تربيع 8 ناقص 3 على على 2 هذا صفر هذا صفر مقسم الجذر 8 ناقص على طول على 2 زائد صفر لا فيش عند التعويض ما فيش ليميتات كويس لو ضل عندي اكس بعد التعويضات ممكن احطها يبقى هذا بيسوي لي جذر 8 على 2 اللي هي 4 بيسوي لي ليه؟ لا 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 انا قلت الجذر 4 2 وقت ليش ما هو؟ لما ناخذ الجذر لما انا اخذ الجذر صح؟ اقول لك انا بحل معادله بقول لك اكس تربيع بتساوي 4 اخذ الجذر يبقى اكس بتساوي صح اكتب زائد او ناقص جذر الاربعه الاشاره هنا مش لانها انا اخذت الاربع جذر ها يعني هذه بتطلع كويسه او ناقص كويس دي هيك المفروض اكتبها يبقى تساوي لي تساوي زائد جذر الأربعة فور إكس بتساوي سالب جذر الأربعة يعني زائد 2 ناقص هيك المفروض
صح. لكن هو هان معطيني اياها جاهز، هو جاب جاهز. بنتهي بالطالب الاخير واضح الاخير برضه قوس مرفوع لقوس، ولا لا هنا فيها حاجه خفيف شويه ناخذ بالنا. ليميت قوس خمسة واحد ناقص اكس تبعين اكس تبعين ناقص سبعة تمام. نقسم على ايش؟ أول حاجة ندخل الليمت تمام، يساوي الحين قوس ليمت واحد ناقص اكس تبعين على اكس تبعين زائد سبعة اكس لما اكس تقول الى سالب مرنية كل اس على اكس تربيع هي قوس هي اكس تقول الى سالب من النهايه لمين؟ كل اس على اكس تربيع واحد على اكس تربيع ناقص اكس على واحد زائد سبعه على اكس صح؟ المفروض انا الان بوزع الليمت، المفروض يصير ليمت الاول ناقص ليمت الثاني على ليمت الاول زائد ليمت الثاني كله تحت القوس، كله الليمت لما اكس تقول الى سالب من غير، فالمفروض هذه الليمت تبعها صفر، هذه اكس بتضلها لسه، وبعدين هذه واحد وهذه صفر، يبقى بقدر اكتب يساوي بعد توزيع الليمت يساوي هاي القوس صفر ناقص ليمت الاكس هيك مفهوم ها؟ لما اكس تقول لسالب من النهايه على واحد زائد صفر كل اس خمس هيك بصفر صفر هيك المفروض عندي بس وبالتالي بيساوي واحد المقام واحد وصفر ناقص يبقى صار عندي ناقص سالب ليمت الاكس لما اكس تقول الى سالب من النهايه كل اس الآن هنا إكس أس قديش؟ واحد. تعويض مباشر بعطيني سالب من النهاية. في سالب برضه. يبقى المفروض يصير سالب وهذه تعطيني سالب من النهاية. كله يبقى صارت ما لا نهاية بالموجب يبقى الجواب من النهاية. صح؟ ممكن ناخذ بالنا. لو ما انتبهتش للسالب بتخرب الدنيا. بيطلع سالب والجواب بيطلع سالب. تمام؟ أوكي. نوت قولي ليش؟ لانه الاس فرق شوي بس الان انا ما بديش طبقت الاس فرق انا شغال مش لانه الاس مش لانه الاس فرقي وهذا بيستوي لسالب النهايه اوتوماتيك لازم يكون سالب لا حسب السؤال احنا قلنا القاعده اللي انت في راسك ممكن تحطها عجبه ايش قلنا؟ لما انا بدي اطلع الجواب النهائي اتعامل معامله الاشارات سالب بسالب وسالب بموجب او السالب عدد زوجي من المرات موجب او فردي من المرات بعطيني السالب انا الاس هذا بدي اعتبره اعتبريه اربعه اعتبريه 17 اعتبريه ان مجهول كويس انا بدي اخلص اللي جوا بعدين افكر في قصه الاس هذا زوجي ولا فردي بعد ما خلصت اللي جوا على ايش طلع لي؟ في الاخر سالب ليميت اكس طب اكس تقول سالب من النهايه بحط بدل اكس ايش؟ سالب من النهايه صار عندي سالب ليميت السالب من النهايه بصير عندي ايش؟ سالب السالب من النهايه صارت موجب من النهايه اس خمسه طب موجب من النهايه الموجب لما يكون الاس فردي ولا زوجي؟ نفسه بطلع موجب كويس؟ انا الاس هذا الفردي او الزوجي في الاخر لما تطلع عندي لو طلعت هيك بدور عليها زوجي ولا فردي صح؟ لو طلعت زائد لكن ما دام موجب خلص مش هتفرق عندي بحطها موجب من النهايه على طول. نشوف الملاحظه التاليه. احنا بنعرف انه القيمه المطلقه لاكس بتساوي اكس لما اكس اكبر او تساوي صفر سالب اكس لما اكس هذا يعني لما اكس موجبه او صفر
وهذه فعلا لما اكس سالب. تمام؟ طيب الان النود تبعتنا جسم الزيت. جذر الاكس تربيع يساوي القيمة المنتقلة اكس. احنا الان شغالين عند الليمت لما اكس او موجب من النهاية او سالب من النهاية. اسئلة هيك واسئلة هيك. لو صادفني قيمة مطلقة ايش بدي افكر؟ بقول له حسب المعنى اللي هنا لما اكس تقول لما لا نهايه ايش يعني؟ يعني تاخذ اعداد سالبه؟ يعني الاكس 7000 700 مليار حاجات رايحه لما لا نهايه بالموجب يعني كبيره جدا جدا يبقى بالمنطق تكون ايش موجبه؟ صح؟ وبالتالي القيمه المطلقه هتنفك بايش؟ بالاكس. اذا كانت اكس تقول لما لا نهايه فالقيمة المطلقة بتنفك بايش؟ بإكس. لو كانت إكس تقول لسالب من النهاية بتنفكها سالب. تمام؟ بدون شك الكلام بسيط. حلو؟ أوكي. طيب. الآن أنا بدي تفهموا الشغلة التالية، يعني هذا الكلام أنا بدي أفصله زيادة عن الموجود عندي. بدي تعرف عدة. واحد إذا كانت إكس تقول إلى مدى النهاية فإن المربع اكس تربيع بتساوي اكس. كويس؟ وعندما اكس طبعا بتحط القيمه المطلقه اكس تقول لسالب من النهايه فان جذر اكس تربيع بتساوي سالب اكس. من وين اخذ الكلام؟ منها. طيب هذا اسمه خاص. حلو الكلام؟ أنا باخذ موضوع اعتراف دائما عشان لما أحل ما حدش يقول إنه أنا جاي أو كيف صار؟ هل الكلام هذا فيه مشاكل؟ طبعا أنت تقول لي تساوي قيمة مطلقة إكس مش هقول لك قيمة مطلقة إكس وتساوي إكس تساوي قيمة مطلقة إكس برضه هو تساوي سالب إكس تنفع هيك ولو ما حطيتهاش هذه إيش أهمية هذه الملاحظة؟ أهمية هذه الملاحظة نشوفها في المثال التالي. زامبل بدي أنا أجيب ليميت جذر إكس تربيع زائد واحد على لما إكس تقول إلى سالب مرة موجب مرة سالب هي طبعا على المثال اللي تحت مرة موجب مرة سالب نشوف هذا السؤال المفروض الان اعلى اس في المقام اكس اس واحد صح؟ يبقى المفروض اقسم الفصل والمقام على مين؟ على اكس اللي هي اكس اس واحد. طيب هذا الاعتراف اللي مصدقين فيه؟ بدي اشيله بس عشان هو سهل. مسجل عندكم في الغالبية سجلوها او مسجل عندكم على الكتاب او على الوشيز. طيب الان انا مفروض اعمل كالتالي. المفروض اقول هاي البسط هاي المقام البسط مكتوب فيه جذر اكس تربيع زائد واحد والمقام مكتوب اكس زائد واحد قلنا بدنا نقسم المقام على اكس والبسط على اكس صحيح؟ هاي الليمت طبعا هاي الليمت الان المقام ايش بده يصير؟ اكس على اكس زائد واحد على اكس توزع ولا توزع؟ لانه المقام فيه حد واحد صح؟ طبعا لو كان عندي اكس زائد واحد على اكس ناقص اثنين ما ينفعش اقول اكس على اكس واحد على اكس 2 طب ينفع لو حطينا اكس على اكس ناقص 2 زائد واحد على اكس ناقص 2 طبعا انت ايش بعرف كده بينفع ولا ما بينفعش؟ اذا عملتيها بالعكس بيرجع زي ما كان ولا لا؟ زي ما تقول لي واحد على اكس زائد واحد زائد خمسه او خمسه قول قول اكس على اكس زائد واحد رجعي اصلا المقامات واحد بحط الاكس زائد واحد واحد زائد اكس معلش طلعت واحد ما عليك انا لسه اسمع من شو حاجه الان هي السؤال هي البسط وهي المقام وانا عندي اللي بدي اقوله لما النهايه قلنا القاعده اقسم البسط والمقام على اكس مربوع لاعلى اس في المقام اعلى اس في المقام عندي اكس فبدي اقسم البسط على اكس والمقام على اكس تمام اللي احنا كل مره انا بس الجذر هو اللي عملنا مشكله كل مره بكتبها مباشره هذه بكتبها الاكس قسمها اكس بواحد
وهديك واحد على اكس شايف نعملها بالمرة في المقام مباشرة. أنا القصة بس في المقام خاب عملها مرة واحدة بس من وين أجل أخذت اعتراف من الأول. هذه تعني كمان يعني هذا هامش تال هامش ونعمل كمان هامش تال هامش. هذا عبارة عن جدل اكس تال بير زائد واحد على جدل اكس تال بير صح ولا غلط؟ خذوا بالك الاكس أقول له موجب مدى نهاية فالاكس هي جدل اكس تال بير. لو سالب مدى نهاية كان كانت هذه سالب اكس صح؟ اوكي طيب الان جدل على جدل تعرفوا انه جدل A على B يساوي جدل A على جدل B مرت عليكم ها؟ شرط؟ طبعا شوفوا خلينا ناخذ السيفر في نفس الوقت يعني هنا بنعمل جدل X تربيع زائد X تربيع الان بقدر اقراهم من اليمين للشمال ولا لا؟ اذا عندي جدلين بقدر ادمجهم ضد جدل واحد A على B يبقى هذول ما دام على جدلين بقدر احطهم على ايش؟ X تربيع زائد واحد على X تربيع صح؟ لانه ينفع اوسع بس الآن هذا إيش بيصير؟ x تربيع على x تربيع واحد زائد واحد على x تربيع تمام؟ كويس؟ هلا بقول إياها من الآخر بدل القصة هذه كلها بس أنا قلت لكم إيش أصل الآن ما فيش ناس خلينا نشوفوا خلص على الكاميرا ما فيش ما فيش ولد ما فيش ولد خلص بعطيني مرة بكمل اللي بدك ان شاء الله الان هذا السؤال مجرد ما الاقي اكس اقول الى مدى النهايه اذا سالب مدى النهايه احنا عارفين القاعده اذا قلنا بما ان جذر اكس تربيع يساوي القيمه المطلقه لاكس ولا من غيرها؟ فيها يا حاضر تساوي اكس ليش؟ لان سنس اكس بتقول لايش؟ لما اكس تقول لمدى النهايه فالجذر اكس تربيع تساوي اكس. الان مين اكبر درجه البسط ولا درجه المقام؟ نفس الدرجه. جذر التربيع اكس تربيع اكس. طيب الان بدي اقسم مش هذا بتساوي هذا؟ في قاعده بقولها دائما بقول ودي وما يصلح ايش يعني؟ الجذر التربيعي اللي قسمه على الجذر التربيعي واللي بدون جذر بدي اقسمه على اللي بدون جذر. كويس؟ يعني بدي اقسم هذا على جدل اكس تربيع وهذا بقسمها على اكس وبالتالي بدي اقول هذا يساوي ليميت لما اكس تقول لما لا نهايه خلينا نبدا بالمقام بس قسم المقام على ايش؟ على اكس واحد زائد واحد على اكس البسط قسمه على ايش؟ على جدل اكس تربيع بدل ما اقول على جدل اكس تربيع بحط بتاعي جدل واحد يبقى الاكس تربيع زائد واحد على اكس تربيع يبقى يصير عندي جذر واحد زائد واحد على اكس تربيع صحيح؟ صح ابو غير سرحان كويس؟ طيب حد يكون زعلان بس او متضايق اي حاجه مش واضحه من عندك الهم المفروض اني بوزع الليمت للبسط للمقام البسط في جذر الليمت بتدخل جوا صح؟ فبصير عندي مباشرة ممكن أقولها تساوي جذر واحد زائد صفر على واحد زائد صفر على أساس إنه إحنا إيش؟ وزعنا ليمت البسط ليمت المقام ليمت المقام واحد زائد ليمت هذا اللي هي صفر والليمت للجذر بدخل ليمت جوا ليمت الواحد واحد وليمت هذه صفر يبقى بيطلع لي إيش؟ جذر الواحد على واحد اللي بيطلع لنا واضح؟ نفس السؤال لو بدي احله والاكس اقول لسالب مدى النهايه لو قال لي بدي ليمت لما اكس تقول لسالب مدى النهايه ذا جذر اكس تربيع زائد واحد على اكس زائد واحد بدي اروح اقول في الهامش بما ان جذر اكس تربيع يساوي القيمة المطلقة لإكس تساوي سالب إكس حيث إكس تقول لإيش؟ لأنه مع السالب تفرق بالسالب صح؟ الآن بدنا نقسم البسط والمقام على أعلى أس في المقام اللي هي إكس لكن كل وجهه ما يصلح اللي تحت الجذر على إكس تربيع والبطن الجذر على
زائد x تمام؟ يبقى بتساوي ليميت لما x تؤول الى سالب ما لا نهايه اللي تحت الدرب على x تربيع بتصير 1 على 1 زائد 1 على x تربيع هذا نقسمها سالب 1 زائد 1 على سالب ناقص 1 سالب 1 صح؟ 1 على يعني قسمت على ايش؟ سالب على سالب اكس. تعويض مباشر هصير عندي جذر 1 زائد على سالب 1 ناقص هيطلع لي 1 على سالب 1 يساوي سالب 1. اختلفت الليمت مظبوط ولا لا؟ المثال الأخير مكتوب إكسرسايز نحله مع بعض يعني مش محلول معه وفي وقت كان قلنا حلوه لحاله بس عشان ما نحسوني شوي نمسح الميلان في توضيح في حاجة زيادة نقول مطلوب إذا حاجة مش واضحة بنعيدها ثاني نيجي ذا المثال الأخير find the limit بيكتو limit limit لما x تقول إذا سالب ما لا نهاية جذر اكس تربيع زائد اكس ناقص 3 مرات على اكس ناقص 4 اكس ناقص 4 يعني ايش تحت الجذر اشي بره الجذر زائد 5 اكس زائد مين لك هذا انا قلت ناقص ماشي تم التعديل الآن المفروض أقسم البسط المقام على X مرفوع على أعلى أسفل المقام بس أنا عندي جذر إذا أنا بدأت قاعدة الجذر مع السالب ما لا نهاية بدي أقول لهم بما أن جذر إكس جذر إكس تربيع قيمة مطلقة إكس وتساوي سالب إكس as X goes to سالب كل وجهه ما يصلح له كل حاجة برا الجذر على سالب اكس وكل حاجه جوا الجذر على اكس تربيع يبقى نقول هذا يساوي ليميت لما اكس تقول الى سالب ما لا نهايه هذا تحت الجذر على اكس واحد نعم خمسة على اكس هذه برا الجذر سالب على سالب اكس زائد يعني تصير زائد اكس كل حاجه برا الجذر على سالب اكس كل هذه جوا الجذر على اكس تربيع الان المقام هذا هقسمه على سالب اكس يبقى هذا نكتبه زائد على الاخر تمشي الحال يبقى زائد على اكس ها سالب واحد زائد اربعة على اكس لان قسمنا على ايش؟ على سالب اكس معاك؟ ها؟ ها؟ الآن بنعوض على إكس بمدى النهاية أو سالب مدى هذا بصفر هذا بصفر هذا بصفر يبقى حيساوي لنا سالب واحد جذر واحد زائد صفر زائد صفر على سالب واحد زائد جذر واحد على سالب واحد واحد على سالب واحد يساوي صفر مش محلول هذا الموضوع؟ صور وعلى بالمائية اوكي طيب هيك وصلنا لعند خطوط التقارب او الاسيمتوتس خلصت يعني Thank you.
طيب معلش قبل ما نروح على خطوط التقارب بدنا نفرزها وهو على المثال الموجود في صفحه 43 في عندي مثال بيقول لي find the following limits ما بديش الاسم كلوز find the following limits خط التقارب الافقي هذا بدي اجله ثواني بس عبين محل المثال في عندنا مثال بيقول اوجد النهايات التاليه وبعدين نخلي خطوط التقارب مع بعض تكون افضل هل بدها rearrangement هذه الصفحه تعال الترجمه زامبل بيقول لي فاين بده فاين ايه ليميت لما اكس تعود الى اي لا اكس ناقص جذر اكس تربيع الان احنا لو عوضنا عن مدى النهايه تصير مدى النهايه ناقص جذر مدى النهايه مدى النهايه مدى النهايه ناقص مدى النهايه كميه غير معينه صح زي ما قلنا مدى العمل النهائي او صفر المدى النهائي او واحد نصف المدى النهائي هناك مدى معين هذه كميه غير معينه التعويض المباشر وبالتالي لازم نتخلص من هذا الوضع واحنا عندنا حساسيه من الجذر لما اشوف جذر وجنبه حد اكس غيره على المرافق على طول احنا مغطيين مظبوط مباشر على المرافق يبقى هذا شو بيكون في الحل بقول بالضرب عشان الوقت واسع بضرب البسط والمقام اي مقام؟ واحد بعدين البسط على المقام بضرب بايش؟ في المرافق يبقى حضر في اكس زائد جذر اكس تربيع زائد 16 على اكس زائد جذر اكس تربيع زائد 16 يبقى هيساوي لذلك اكس تقول الى موجب لنا نهايه اكس تربيع البسط مربع الاول اكس تربيع ناقص مربع الثاني دائما ناقص بخوف بفتح بعده بوز دائما ايش مربع التالي؟ زائد على اس زائد جذر اكس تربيع زائد 16 لو فكينا الكواس بتصير 16 اكس تربيع ناقص اكس تربيع ناقص 16 ناقص بتغير الاشاره بتروح هذه مع هذه ضل عندي ايش؟ يبقى بيساوي ليمت لما اكس تقول الى موجب من النهايه لا سالب 16 على اكس زائد جذر اكس تربيع زائد 16 قسم على مين؟ اكس تربيع على اكس اكس تربيع تحت الجذر يبقى جذر اكس تربيع اللي بتساوي انا بقول هذا عندي جذر اكس تربيع بتساوي امسكوت اكس بتساوي اكس ليش هاي الاكس تعطيني تربيع يبقى انا تحت الجذر على اكس تربيع على برا الجذر على اكس تمام؟ خلينا انا القاعدة وبالتالي حتساوي لي ليميت احنا عارفينه حيبقى صفر طب درجة البسط اقل درجة البسط اوكي ليميت لما اكس تقول الى مدى نهاية البسط حتصير سالب 16 على اكس هام 1 زائد جذر على اكس تربيع 1 زائد 16 على اكس تربيع ويساوي صفر على واحد زائد جذر واحد زائد صفر يعني الصفر على اثنين ويساوي صفر. مكتوب اذا اي حاجه مش واضحه فيكم واضح ولا لا؟ اعيد ثاني وهذا صور احنا مع وقت عمر مباشر طلع لنا النهايه ناقص من النهايه دائما الصور غير معينه مطلوب مني اتخلص منها يعني مش معقول اعطيك سؤال اقول لك اكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2 لما اكس تقول 2 تعود تعود بس تقول لي 0 على 0 خلصنا يا حاج السؤال. طب انا اعطيك اياها 0 على 0 عشان تتخلصي من العامل الصفري او من وضع 0 على 0 فهذا طلع عندي ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه كميه غير معينه. هل اقول له مالوش نهايه؟ لا له نهايه، هذا طلعت 0. طب كيف اجت؟ اللي هي في ضرب النهايه، الضرب في المرة. مثال اللي بعده خلص ها؟
قلنا هذا الاقتران قبل هيك صاير واحد على اكس، لما اكس تقول من النهايه غير محدد بصير اكس ليه؟ نبدا هو مش عارف على الوقت دقيقة، عند الواحد، عند السالب واحد، عند الصفر، عند النص، عند الربع، عند الابصر ايش؟ يتذبذب ما بين الناقص واحد وواحد، وبالتالي انت تعود المباشر كلام فاضي فيه. وبالتالي احنا بدنا نتخلص من هذا الوضع. تمام؟ ايش بنعمل؟ احسن حاجه الفرق. هذا السؤال. لو اخذت قلنا له خلي اتش او تي او يو اي رمز غير الاكس يساوي واحد على اكس يبقى صارت ساين الاتش. طب بدي اكس لاول ما للنهايه اذا قلنا انا اتش اكس جوز تو انفينيتي واحد على اتش تقول لك اتش تقول للصفر. نعم مش فاهم. الان عندي اتش بتساوي واحد على اكس صح؟ يبقى ليمت لما اكس تقول لما لا نهايه لهاتش تساوي ليمت لواحد على اكس لما اكس تقول الى ما لا نهايه تساوي ايش؟ صح؟ طب الان الاتش هي ايش لا؟ الاتش مالهاش علاقه بالاكس يعني هاد المفروض اتش صح؟ الاكس المفروض طب الاتش لها علاقه بالاكس ولا لا؟ اكس بتساوي طيب هذا التعريف الاكس اللي هي عباره عن ايش؟ واحد على الاتش تقول لما لا نهايه. طب يعني الاتش تقول لايش؟ الاتش حتكون بس تغيير هي الرؤوس تبع التكامل. انا عندي اتش اكس تقول لما لا نهايه واحد على الاتش تقول لما لا نهايه. طب واحد على الاتش تقول لما لا نهايه يعني الاتش لما لا نهايه إذا واحدة لا تستوي لما النهاية، هي من هذا من غير هذا الكلام. الاتش هي واحد على اكس. أخذنا قاعدة بنقول الواحد على اكس لما اكس تقول لما النهاية هو بتروح. صفر. صفر خالص. يبقى لما اكس تقول لما النهاية هذا بقول للصفر، اللي هو مين ها؟ هو الاتش. بتكون الاتش تقول لما النهاية، إذا ليمت ساين واحد على اكس. لما اكس تقول لما لا نهايه يساوي ليميت ساين اتش لما اتش تقول هذه تستبدل محلها لما اكس تقول لما لا نهايه اتش تقول للصفر لما اكس تقول لما لا نهايه الاتش تقول للصفر وساين واحد على اكس هي ساين اتش ايش بتساوي هذا الكلام؟ ساين الصفر صفر عندنا نظريه وقلنا اثبتناها في سيكشن سابق. قلنا لو اثبت ان ليميت ساين ثيتا لما ثيتا تقول للصفر قلنا لو اثبت مش اوت. تتذكر اثبتناها باستخدام السالب الثيرم لما اخذنا المتباينة. تتذكروا هذه؟ اخذنا السالب الثيرم اثبات اثبتنا انه الليميت تبع عن صفر. فلما يكون النهاية هو النهاية وهذا يكون السجن يبقى النهاية سبب هذا هو هذا هو يكون السجن يبقى النهاية سبب لغاية ما احنا جبنا نهاية السؤال. لا الكوساين بتكون عندي واحد ناقص كوساين واحد ناقص كوساين صح؟ نعم ابن تسأل اسمها صوت نعم ليش ما هيك سريع لما الاكس تساوي النهاية هي واحد اكس القصه انه هذا لما اكسترنا هذا الاقتران غير معرض كاقتران غير معرض مش معروف يعني استنبول مش معرف سلوك سلوكه مش معروف سلوك الاقتران نفسه ساين واحد على اكس فمش الاقتران اللي انا اجيبه المفروض انا الحل النظري اللي بيشتغل احنا يصدقه الجانب احنا بنقول احنا بالرسم جرافيكال لازم الرسم يصدق هذا الكلام انا بالرسم مش شايف لما اكس تقول لما النهايه هذا الاقتران غير معروف لكن لما اخذها على صوره انا بعرفها ساين واحد على اتش جبتها بالتقريب او حولتها الى اقتران انا بقدر اعرف سلوك سلوك مينها ساين اتش لما اتش تقول الصفر انا عارف سلوك الساين ما بين السالب واحد وواحد وين الصفر صح؟ لما اكس تقول للصفر
لما اكس تقول صفر من الشمال لما اكس تقول صفر من الشمال الاختران هاي وحدان 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 صفر لما اكس تقول صفر من اليمين هاي اكس هاي اكس هاي اكس هاي اكس هاي قيمة دي وعلي الواي هاي الصين هاي الصين رايح لمين لصفر من فوق وهن راح لصفر من تحت لما اكس تنطبق على صفر الواي تنطبق على ايش على صفر فنهاية الصين الاتش لما اكس تقول صفر بتساوي صفر ما علينا ما علينا تمشوا معنا كويس؟ ما تزبطش هذا التعويض المباشر لأنه صاين واحد عمل النهاية الاقتران نفسه غير معرض غير معرض كتبنا عليه احنا oscillating function لما الـ x تقول إلى ما لا نهاية الصاين واحد على x إيش بعده؟ limit x صاين واحد على x بدنا limit x صاين واحد على x لما x تقول موجب أو سالب طيب نفرضها فرض برضو على الفرض وهذا ممكن احنا نستخدم الساندويتش دي ممكن احنا باستخدام الساندويتش بس بدي اخذ لما اكس تقول لما لا نهايه او اكس تقول الى سالب ما لا نهايه طب خلينا نحلو على الفرض زي ما ممكن هنا غير ما نروح على الساندويتش دي تمام ايش اعمل؟ بدي اخذ الواحد على اكس زي ما اشتغلنا الان ب اتش الواحد على اكس افرضها ب اتش اقول لكم ايش المعقول عشان لو بدات الموجود في الكتاب او في الملخص افهموا ايش اللي صار بالظبط قول هل انا بقدر او نفسي احط عصور صاين ثيتا على ثيتا والليمت لما ثيتا تقول للصفر هذا طالع ايش؟ واحد يعني بدي صاين شيء على نفس الشيء لما هذا الشيء يقول لايش؟ للصفر فقال كتر هذا عبارة عن limit الx هي عبارة عن واحد على واحد على x نعم ها؟ ايش فيه؟ مظبوط؟ لما بقول مقلوب النص مش هي مقلوب النص؟ مقلوب الاثنين واحد على اثنين مقلوب النص بحول واحد ضرب احول قسم الضرب بقلب هنا تطلع اثنين صح فبقدر اكتب انا انه الاثنين هي عباره عن واحد على النص صح يبقى بقدر اكتب الاكس واحد على واحد على اكس زي ما كتبت اثنين واحد على واحد على اثنين صح طيب هذا ايش؟ في ساين واحد على اكس اعتبر هذه كلها على واحد وهذا معلش بخلينا على الباب بس تستوعبوني واحد على اكس لما اكس تقول الى موجب او سالب ما لا نهايه تضرب البسط في البسط والمقام بتصير صاين واحد على اكس تصير ليميت لما اكس تقول الى موجب او سالب ما لا نهايه ولا ساين واحد على اكس على واحد على اكس لما اكس تقول الى موجب او سالب ما لا نهايه استوعبنا الكلام المكتوب فهمنا ما لا نهايه الان قال ناس بتقول طيب اذا اكس تقول لموجب او سالب طب واحد على اكس المفروض يوم من الصفر بدي افرضها بالفرض بالاتش كويس؟ طيب لو قلنا ليت اتش بتساوي واحد على اكس لما اتش تقول لواحد على اكس الان الاتش بدي احطها مكان هذا الكلام طيب انا عندي الاتش تقول الى موجب ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه طلعوا لي على الاقتران هون بدي اشوف سلوك لما اكس تقول الى موجب ما لا نهايه او لما اكس تقول الى سالب ما لا نهايه نطلع على المنحنى تبع الاقتران طبعا انا الان بتعامل مع الاتش كانها واي كانها واي تساوي واحد على اكس لما اكس تقول لموجب ما لا نهايه اكس تقول الى موجب ما لا نهايه بقت هم هاتي من واي لما اكس هم هاتي من واي لما اكس هم وين رايح؟ للصفر بس من قيم موجبه صح؟ يبقى بقدر اقول انا
let us تساوي واحدة x. as x goes to infinity لما x تروح لمجرد النهاية يكون عندي h تقول لمين؟ للصفر بس قيم ايش؟ موجب وردت من فوق. طيب كمان هذا as x goes to minus infinity خلي الاكس تروح لسالب مدى النهايه يعني بدها تكون الاكس هان بعدين هان بعدين هان بعد وهكذا نمشي لما اكس هان هاي قيمه واي لما اكس هان هاي قيمه واي لما اكس هان يبقى رايحه للصفر من وين؟ من جهه الاعداد السالبه يبقى اتش تكون للصفر من وين؟ من الشمال حلو الكلام؟ وبالتالي الان تاخذهم واحد واحد اخذهم واحد واحد استبدل هذه بهاد في الحاله الاولى واستبدل هذه بهاد في الحاله الثانيه ايش حيصير عندي؟ بصير عندي الان بدي اقول الان كذا ليميت ساين واحد على اكس على واحد على اكس لما اكس تؤول الى موجب من النهايه الان تساوي ايه؟ ليميت ساين اتش على اتش لما اتش تؤول الى صفر من وين؟ من اليمين. طيب هذه النظريه ايش بتقول لي هذا بيساوي؟ واحد واحد حظيظ النظريه هذا التوكيد جيب نهايه جيب سين على سين لما سين تؤول الى صفر بتساوي واحد صح؟ طيب ان ليميت لما اكس تؤول لسالب مدى نهاية لا ساين واحد على اكس على واحد على اكس تساوي ليميت ساين اتش على اتش لما اتش تؤول للصفر من الشمال برضه هتساوي لي واحد لما اتش تؤول للصفر في الاخر اذا النهايه من اليمين ومن الشمال تعطيني ايش؟ واحد واحد خلص ايش بدنا اياه احنا؟ احنا بدنا عند المدى النهائي وعند السالب مدى النهائي خلص هي السؤال هو طلب مني هيك الاثنين مع بعض طبعا فيش سؤال يقول لي عند زائد او ناقص اثنين لازم يقول لي مره عند اثنين ومره عند سالب اثنين هو طالب اني هيدي مره من عند موجب مدى النهائي ومره عند سالب مدى النهائي هي جبنا وهذا لحال وهذه لحال بقدر اقوله في الاخر اذا الليمت تبع هذا الاخر مره واحده شو يا زو؟ حد يلا بس أنا مش هقدر أرسم إكس في ساين واحد على إكس ونحدد نقطة واحدة إيش أقول الصفر ساين واحد سوى هذه؟ تحديد هذا هذه نظرية هذه نظرية خلينا نتحدث بدي بدون هذه الاتش بيكون للصفر يعني تعود مباشر هيك ارز بنظر الاحتمال هذه نظرية ساين اتش على اتش لما اتش تقول للصفر تسوى يعني اكس بالشمال تسوى انا اقول ليميت ساين اتش على اتش لما اتش تقول للصفر من الشمال تساوي ليميت وزاين اتش على واحد لما اتش تقول للصفر من الشمال وتساوي اختارت على مبدا انا بدي افكر اياها هذه نظريه النظريه هنا ما اخذناش الكتاب هذه نظريه سواء اتش او استنى شوي لا بدون رسم اسمعني شوي الان احنا عندنا نظريه بتقول ليميت ساين اكس على اكس لما اكس تؤول للصفر ايش بتساوي؟ صدقها هذه؟ طيب احنا المحاضرة اللي فاتت قلنا انه لما يكون ليميت اكس تؤول لعدد هذا لازم يكون يضمن لما اكس تؤول لهذا العدد من اليمين تساوي من الشمال يساوي نفس القيمة صح؟ ما دام هذا عندي نظرية يبقى انا بقدر اجزم اقدر اقول اذا ليميت ساين اكس على اكس لما اكس تؤول لصفر من الشمال تساوي ليميت ساين اكس على اكس لما اكس تؤول للصفر من اليمين تساوي واحد
سطور لها بدون رسم بدون رسم اني ارسم لك القران صائنات شعلات وما رسم لها وجه لان من النظريه اللي بدها النظريه قالت لي ايش؟ قالت لي هذا الكلام واحنا اخذنا النظريه بدايه السكشن اللي فات صح؟ علمت والون صار لمس في السكشن اللي قبله الون الون صار لمس او الليمت العاديه تضمن التو صار لمس التنتين من الشمال ومن اليمين وبالتالي هذه بناء على النظريه وهذه بناء على نفس المنهج طيب الان عبين ما الجماعه يجوا بنقول طبعا الحل صفحه 44 مكتوب هنا واي تساوي كذا از على وزن اسلوبها صح مش عارف انا ليش كذا بالغلط لانه انا في السؤال القادم اوجد النهايات الداله ما قاليش اوجد الاسئله صح؟ فبالغلط نشيلها وان شاء الله نشيلها طيب طيب معنا ولا حد كفل عندنا ها المحاضرة الجاية إن شاء الله بناخذ نرجع للهوريزونتال أسيمبوتس والباقي الخطوط للتقارب إن شاء الله